السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم الحصة الثانية من أنشطة التقويم والدعم. في هذه الحصة غادي نديرو أنشطة الدعم الوقائي اللي كيخص الصفحة 8 من كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. إذا في الفيديو السابق كنت درت معكم الحصة الأولى اللي كانت كتعلق بالتقويم التشخيصي، يعني تقويم مكتسبات المتعلمين. اليوم غادي نتكلموا على أنشطة الدعم، يعني كيف سأدعم تلك الاختلالات اللي لاحظتها أثناء إجراء التقويم التشخيصي. إذا في هذه الحصة الثانية أنشطة الدعم الوقائي كاينين 7 ديال الأسئلة أو 7 ديال الأنشطة، فيها غادي نتعرفوا على مجموعة من المعلومات والدروس اللي كنا قريناها في المستوى الرابع وغادي نقراوها في المستوى الخامس إن شاء الله. قبل ما نبداو في الإنجاز ديال الأسئلة أدعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم في هذه القناة، قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا السؤال الأول، على بركة الله، أملأ الفراغات بما يناسب. إذا عندنا الساق، الثمار، الجذور والأوراق. إذا هذوما أجزاء ماذا؟ أجزاء النبتة بطبيعة الحال. جزء يثبت النبات في التربة. شنو اللي كيثبت النبات في التربة؟ شنو اللي كيثبت يعني كيجعل النبتة ثابتة في التربة؟ بطبيعة الحال هما الجذور. نعم، الجذور ونضرب عليها من هنا. نعم، جزء من النبات يصنع له الغذاء. شنو هو الجزء الذي يصنع للنبتة الغذاء؟ إذا بطبيعة الحال الجزء الذي يصنع للنبتة الغذاء وهما الأوراق بطبيعة الحال. نعم، إذا الأوراق، نعم، عبر التركيب الضوئي الفوتوسانتيز. جزء من النبات يحمل الأوراق والأزهار والثمار. إذا واحد الجزء من النبتة كيحمل الأوراق والأزهار والثمار، إذا بطبيعة الحال وهو الساق. نعم، إذا هنكون ضربنا على الجذور والأوراق وغادي نكتبوا هنا الساق. الساق، وفي الأخير غادي يبقى لنا الثمار، وهو الجزء أو جزء من النبات يحتوي على بذور، يحتوي على البذور. نعم، الثمار. إذا جزء يثبت النبات في التربة هما الجذور، جزء من النبات يصنع له الغذاء هما الأوراق، جزء من النبات يحمل الأوراق والأزهار والثمار وهو الساق، جزء من النبات يحتوي على البذور وهما الثمار. ثانيا، أضع علامة في أمام الاقتراحات الصحيحة. إذا غادي ندير فقط العلامة أمام الاختيارات لصحاح واللي خاطئين، ما غنديرش علامة أمامهم. نعم، يؤثر التلوث على الجهاز التنفسي لدى الإنسان. إذا إلى عاش الإنسان في واحد المنطقة ملوثة، من طبيعة الحال الجهاز التنفسي ديالو غادي يتأثر، وبالتالي هذه العبارة صحيحة. غادي نوضع علامة. أتفادى النوم في غرفة مغلقة بها موقد مشتعل. إذا إلى نمت في واحد الغرفة مغلقة وفيها واحد الموقد مشتعل، داك الموقد غادي كونسومي، يعني غادي يستهلك داك الأكسجين اللي كاين في داك الغرفة كامل، وداك الشيء اللي غادي يأثر عليا ويقدر يؤدي بي إلى الاختناق. إذا هذه العبارة هذه صحيحة. النزهة في غابة خلال النهار مفيدة لصحتي. نعم صحيح، إذا النزهة في الغابة في اليوم مفيدة بطبيعة الحال، لأنه غتكون فيها الأكسجين، والأكسجين مهم للصحة ديالي. دخان المصانع والسيارات لا يلوث الهواء ولا يضر بالصحة، وهذه عبارة خاطئة جدا. نعم، إذا المصانع والسيارات الدخان ديالهم كيلوث البيئة والهواء وكيضر بالصحة والجهاز التنفسي للإنسان. نعم، السؤال الثالث أو النشاط رقم 3، انتبهوا معي دائما. أضع علامة في الخانة المناسبة. إذا عندي 4 ديال العبارات، كل عبارة غادي ندير العلامة. إذا كانت العبارة صحيحة غادي ندير العلامة في الصحيح، وإذا كانت خاطئة غادي ندير علامة في خطأ. تمر الحيوانات والنباتات من مراحل عدة أثناء نموها، ويسمى مجموع هذه المراحل بدورة حياة نبات أو دورة حياة حيوان. إذا هذه عبارة صحيحة، لأنه الحيوانات والنباتات كتمر بعدة مراحل باش تنمو، وهاد المراحل كتجمع في واحد التسمية وهي دورة الحياة، دورة حياة نبات أو دورة حياة حيوان. عبارة ثانية، جميع الكائنات الحية الحيوانية والنباتية تتوالد وتمر عبر مراحل النمو. نعم، جميع الكائنات الحية الحيوانية والنباتية كتمر من مراحل النمو. نعم. ثالثا، الكائنات الولودة تحمل جنينها داخل بطنها. الكائنات الولودة التي تلد
طبيعة الحال الجنين ديالها كتحملو في البطن ديالها. نعم صحيح. دورة حياة النبات مغايرة عن دورة حياة حيوان، هذه عبارة خاطئة. نفس مراحل دورة حياة نبات وهي بالنسبة لدورة حياة حيوان. نمر الآن إلى النشاط الرابع. النشاط الرابع أضع علامة في أمام الاقتراحات الصحيحة، لأن أنا عندي ثلاثة ديال العبارات وغادي نشوفوا الاقتراحات الصحيحة. يكون الخل والزيت خليطا غير متجانس، إذا الخل والزيت كيكون واحد الخليط غير متجانس، حنا عارفين هذه القضية. فهما إذا هما واش قابلان للامتزاج أو لا غير قابلان للامتزاج ولا مذابان؟ إذا هنا بطبيعة الحال الجواب الصحيح وهو غير قابلان للامتزاج، إذا لا يمكن للزيت والخل أن يمتزجا. يكون الماء والرمل خليطا، إذا الماء والرمل كيكونوا واحد الخليط واش متجانس ولا غير متجانس ولا صافي؟ إذا بطبيعة الحال الرمل والماء هو خليط غير متجانس، إذا يمكن التفريق بين مكوناته بالعين المجردة بحيث يمكن أن نقول هذا الرمل وهذا الماء. العبارة الثالثة والأخيرة، عند خلط الماء والملح نسمي الملح محلولا أو لا مذيبا أو لا مذابا. نعم، إذا الماء والملح عندنا الخليط ديال الماء والملح تسمى محلول، إذا هو خليط متجانس وهو عبارة عن محلول. شكون هو المذيب وشكون هو المذاب؟ شكون اللي ذاب في الماء؟ الملح. وبالتالي الماء مذيبا والملح مذابا، وبالتالي نسمي الملح مذابا، مفهوم؟ والخليط كنسميوه محلول، والمذيب شكون هو؟ هو الماء. مزيان. ندوزو السؤال الخامس، املأ الجدول بوضع علامة في أمام الاقتراحات الصحيحة. إذا عنديرو العلامة ديال في أمام الاقتراحات الصحيحة فقط. يجذب المغناطيس جميع الأجسام، هذه عبارة خاطئة لأن المغناطيس ما كيجذبش جميع الأجسام، ما يمكنش للمغناطيس أنه يجذب لنا واحد الخشبة، إذا هذه العبارة خاطئة. لجميع الأجسام خاصيات مماثلة لخصائص المغناطيس. واش فعلا لجميع الأجسام عندهم نفس خصائص المغناطيس؟ هذه خطأ. للمغناطيس قطبان مختلفان، هذه عبارة صحيحة لأنه كما قلنا شحال هذه بأن المغناطيس كيتكون من قطبان، قطب جنوبي وقطب شمالي، إذا هذه العبارة صحيحة. يتجاذب القطبان المختلفان لمغناطيسين عند تقريبهما من بعضهما، إذا القطبين عند تقريبهما من بعضهما ينجذبان، صحيح. علاش؟ لأن القطب الشمالي كينجذب للقطب الجنوبي والعكس صحيح كذلك، ولكن ما يمكنش مثلا مغناطيس مع مغناطيس ما يمكنش ينجذب الشمال للشمال أو الجنوب للجنوب، إلا ينجذب الشمال للجنوب والجنوب للشمال، مفهوم؟ النشاط الموالي والنشاط ستة، أملأ الفراغات بكتابة تحول المادة المناسب. إذا التحولات الكيميائية هنا، أو عفوا التحولات الفيزيائية، عفوا التحولات الفيزيائية. نعم، إذا ما بين ثلج وماء سائل، يعني ثلج باش يرجع لنا الماء سائل شنو كيوقع، الماء السائل باش يرجع لنا ثلج شنو كيوقع، الماء السائل باش يرجع لنا بخار الماء شنو كيوقع، وبخار الماء باش يرجع لنا ماء سائل شنو كيوقع، او شنو هي الظاهره الفيزيائيه اللي كتوقع. مزيان، نبداو بالماء السائل منين كيتحولنا الى ثلج. الماء السائل باش يتحولنا الى ثلج شنو خصنا نديرو له؟ خصنا نجمدوه، اذا العمليه كتسمى بالتجمد، تجمد، مفهوم؟ نعم. الآن الثلج باش يولي لنا ماء سائل، إذا الثلج باش يولي لنا ماء سائل خصنا نعرضوه للتسخين أو لرفع درجة الحرارة باش كتوقع لنا الظاهرة الفيزيائية اللي هي الانصهار. هنايا بخار الماء باش يرجع ماء سائل أو ماء سائل باش يرجع بخار، ماء سائل باش يرجع بخار كنسميوها تبخر، والعكس بخار الماء باش يرجع لنا ماء سائل هو تكاثف. سؤال موالي دائما في نفس النشاط، ما هي التحولات التي تحتاج إلى وجود الحرارة؟ التحولات اللي كتحتاج الحرارة وهي الانصهار، انصهار، انصهار باش يتحول لنا الثلج الماء سائل خصنا تسخين، يعني خصنا درجة حرارة. نعم، وكذلك عند التبخر، نعم التبخر بهذا الماء السائل باش يولي لنا بخار خصنا تسخين إلى أن يغلي أو لا إلى أن يصل الماء إلى مرحلة الغليان فيبدأ في التبخر. نعم، والتبخر. نعم، مر لآخر نشاط وهو النشاط سبعة. نعم، نشاط سبعة، أضع علامة في أمام العبارات الصحيحة. إذا غنديروا علامة في فقط
أمام العبارات الصحيحة، وسنترك العبارات الخاطئة. ألف: تدور الشمس حول الأرض. عبارة خاطئة، لأن الشمس لا تدور حول الأرض، بل العكس صحيح، الأرض تدور حول الشمس. نعم، إذا باء: تدور الأرض حول الشمس، صحيح. نضع العلامة. جيم: الأرض مصدر الضوء والحرارة، خطأ. الأرض ليس بمصدر الضوء والحرارة، بل الشمس هي مصدر الضوء والحرارة. بالتالي دال هي العبارة الصحيحة. إذا العبارتين الصحيحتين وهما العبارة باء ودال: تدور الأرض حول الشمس، عبارة صحيحة، والشمس مصدر الضوء والحرارة، عبارة صحيحة. وبهذا غادي نكون كملت هذا الفيديو اللي كانت كتخص الحصة الثانية، أنشطة الدعم الوقائي، وبالضبط صفحة 8 من كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.